مع حضراتكم الآن مباشرة إلى الزميل كريم بيبرز من أمام معبر رفح، بنتابع معاه آخر التطورات الخاصة بدخول المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع عبر المعبر بعد اليوم الأول النهاردة في الهدنة الجديدة بعد انتهاء 4 أيام من الهدنة. معانا مباشرة كريم، صباح الخير عليك كريم. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا جوانا، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. يمكن في عز الأجواء الممطرة دي اللي احنا عايشينها هنا في مصر، أكيد كمان هناك في قطاع غزة الموضوع أصعب من ممكن نتخيل، لكن ده فعلا زي ما قلت في بداية الهدنة المرة الثانية لمدة 2 يوم، بالفعل الشاحنات دلوقتي وأنا بتكلم معاكم بالفعل دخل أكتر من 150 شاحنة وأنا بتكلم معاكم دلوقتي، ده منذ صباح اليوم. يمكن دلوقتي كمان يعني زميلي هيجيب الشاحنة وهي بتتحرك داخل بوابة المعبر. الشاحنة دي ضمن يعني زي ما قلت لكم 150 شاحنة دخلوا النهاردة، وما زالت الشاحنات دي الحقيقة مستمرة للدخول. كمان احنا بنتكلم على مئات الشاحنات لسه ما زالت بتتوافد على العريش ورفح والشيخ زويد، وبتصطف على الحقيقة يعني طول الطريق كله علشان ان هي تيجي دورها لحد الدخول لمعبر رفح. بنتكلم ان احنا خلال الاربع ايام اللي فاتوا اللي هي بدات من يوم الجمعه الهدنه، الحقيقه دخل يمكن مفروض الهدنه يوميا 200 شاحنه، فكده بنتكلم المفترض المتفق عليه اكتر من 800 شاحنه. وكمان احنا بنتكلم انه في بعض الاحيان كانت قوات الاحتلال بتعرقل دخول الشاحنات او بتمنعهم او بترجعهم تاني، فالحقيقه ان الحكومه المصريه قررت ان هي تدخل اكتر من 200 شاحنه في اليوم عشان تقدر ان هي توازن لو قوات الاحتلال قدرت ان هي توقف بعض الشاحنات دي تخش، لكن في غيرهم هيخشوا برضو. دي طبعا بعد جهود دبلوماسيه مصريه بالشراكه مع قطر والولايات المتحده الامريكيه ان الهدنه تستمر، على امل ان احنا نقدر نوصل بعد كده لوقف اطلاق النار للتخفيف عن الاشقاء في فلسطين. لكن مش ده بس الحقيقه اللي موجود، كمان دلوقتي على يساري الحقيقه اصطفاف كبير جدا لسيارات الاسعاف، دي موجودة يوميا بتتحرك داخل معبر رفح ان هي بتقدر تخش وتنقل المصابين من الاشقاء في فلسطين عشان يتلقوا العلاج هنا في المستشفيات، سواء مستشفى العريش العام، سواء المستشفيات المختلفة في محافظة شمال سيناء، او المستشفيات اللي حددتها الحقيقة جمهورية مصر العربية عشان يتلقوا العلاج من الاشقاء في فلسطين. ده جزء من العربيات الحقيقة، جزء من الاسطول الخاص بالاسعاف اللي بيكون موجود دايما امام بوابة معبر رفح المصرية. مش بس كده، كمان ده ما يمنعش العالقين اللي كانوا موجودين هنا في شمال سيناء ان هم يتحركوا فور بدء الهدنه على طول بيرجعوا تاني لاراضيهم. الاشقاء الفلسطينيين مش هيتنازلوا عن ارضهم، اتكلمنا معاهم قالوا لنا الحقيقه انه برغم الضرب وبرغم يعني القوه الغاشمه اللي استخدمتها قوات الاحتلال على الاشقاء في قطاع غزه، الا ان هم قرروا برضو ان هم يرجعوا بيوتهم يطمنوا على اهاليهم، حتى لو اهاليهم ما كانوش موجودين، حتى لو بيوتهم ما كانوش موجودين، هم قرروا ان هم مش هيسيبوا ارضهم. وده وسط تضامن كبير جدا الحقيقه من اهالي شمال سيناء اللي اتكلمنا معاهم، وقالوا ان هم مستعدين طول الوقت ان هم يضحوا باجمل حاجه، يضحوا باحسن حاجه عندهم عشان يقدروا يوصلوا المساعدات للاشقاء، ومستعدين يضحوا بدمهم كمان عشان خاطر الاشقاء في فلسطين. استضافوهم هنا لحد لما الهدنه بالفعل بدات، وبعد كده الحقيقه ان هم يعني صمموا انه يفضلوا قاعدين عندهم بدون اي مقابل هنا المصريين لحد لما جت الفرصه والاشقاء الفلسطينيين رجعوا لاراضيهم. كمان خليني اقول لكم على نقطه مهمه جدا وهي الجزء الخاص الصفقة الخاصة بتبادل الأسرة. يمكن بعد برضه ما قوات الاحتلال كانت بتعرقل يعني صفقة تبادل الأسرة خلال الأيام اللي فاتت، ودايما بتأخر شوية أو بتعلل بأسباب فنية محدش عارفها، لكن برضه الجهود المصرية القطرية والولايات المتحدة الأمريكية قدرت إن هي تؤكد على ضرورة الالتزام بالهدنة، وده يمكن ضمن يعني تاريخ طويل للدولة المصرية والمصريين في الوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين. كريم بيبرز طبعا زميلنا العزيز من امام معبر رفح، بشكرك شكرا جزيلا، والحقيقه بحييك يعني على عملك في هذه الاجواء الصعبه. امبارح يمكن كان تراب بشكل كبير برضو تابعناه معاك، ودلوقتي شايفين في امطار، اعتقد يعني ده افضل الى حد ما من الاتربه اللي كانت موجوده امبارح، كان الوضع صعب شويه. طبعا كل شكرنا ليك وتقديرنا الحقيقه مش بس ليك، حتى كل زمايلنا الصحفيين اللي موجودين معاك من امام معبر رفح والمصورين كمان، مجهود كبير جدا. ايضا كل المتطوعين وسائقين الشاحنات اللي دخلت والاطقم الطبيه وسائقين سيارات الاسعاف، كل الشكر والتقدير ليكوا الحقيقه. شكرا يا كريم.
شكرا يا كريم. انا عايز برضو احييك زي جمانة، بجد والله بيعمل عمل عظيم طبعاً. عظيم طبعاً. يعني كريم فدائي للقناة الاولى ومن ايام طويلة قاعد عند معبر رفح بينقل لنا الصورة كما هي. بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، ربنا يعينك دايما وتنقل لنا كده كل المعلومات اللي بتحصل في معبر رفح. شكرا ليك.